ازدادت الفتوحات الإسلامية وازداد معها عدد المسلمين، منهم من دخل في الإسلام وهو حر، ومنهم من وقع أسيرا في يد المسلمين فعاملوه معاملة راقية وأسكنوه في بيوتهم، فدخل في هذا الدين راضيا مقتنعا، بل وجاهد نفسه ليبلغ أعلى الدرجات في العبادة والإخلاص. ومن هؤلاء رفيع بن مهران الفارسي الأصل البصري الإقامة. السلام عليكم يا رفيع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيتك تحرك شفتيك، هل كنت تراجع ما حفظت من القرآن؟ ماذا أفعل؟ حاولت أن أختم القرآن أنا ورفاقي مرة كل يوم، فوجدنا الأمر شاقا، ثم حاولنا ختمه على يومين ثم على ثلاثة، ولكننا لا نزال نجد صعوبة في ذلك. ولذلك تقرأه وأنت تعمل صباحا في خدمة سيدتك؟ نعم، ولكنني ما زلت غير قادر على ختم القرآن مرة كل ثلاثة أيام. لقد كنت أعاني ما تعانيه، ثم استشرت أحد الصحابة الموجودين هنا بالبصرة، فأخبرني أنني يمكن أن أختمه مرة كل أسبوع، فوجدت ذلك سهلا ولم يؤثر على حفظي له. حقا؟ شكرا، سأعمل بنصيحة هذا الصحابي. بهذا يمكنني خدمة سيدتي وقراءة القرآن في نفس الوقت دون أن أقصر في أحد الأمرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا كان حرص رفيع على العلم، ذلك الحرص الذي لم يخف على سيدته. إلى أين يا رفيع؟ إلى المسجد لأصلي الجمعة، هل تريدين مني شيئا يا سيدتي؟ نعم، أريدك أن تنتظرني حتى آتي معك، سأرتدي ملابسي فورا. كما تريدين يا سيدتي. الله أكبر الله أكبر. لا، هناك يا سيدتي يوجد مصلى النساء، يمكنك الذهاب. سيدتي هل تسمعينني؟ ها هو الإمام قد صعد المنبر، حان الوقت يا رفيع. يا معشر المسلمين اشهدوا، لقد أعتقت غلامي رفيعا لوجه الله تعالى، فهو من اليوم حر، ليس لأحد عليه سلطان إلا الله تبارك وتعالى. يمكنني الآن أن أذهب لمصلى النساء وأنا مرتاحة البال. وهكذا بدأت مرحلة جديدة في حياة رفيع بن مهران، مرحلة طلب العلم. سافر رفيع إلى مدينة الرسول الكريم وواظب على حلقات العلم هناك، واهتم أكثر ما اهتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان كثير الجلوس للصحابة حتى لا يجعل بينه وبين قول رسول الله سوى فرد واحد، هو ذلك الصحابي الذي سمع مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، كيف حالك يا رفيع؟ وعليكم السلام ورحمة الله، بخير والحمد لله يا خادم رسول الله. خذ هذه التفاحة يا رفيع. تفاحة لمستها يد لمست رسول الله. وبلغ من حب رفيع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أصبح يسافر إلى كل مكان طالما علم أن هناك من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعبه السفر وتنسيه حلاوة المعرفة عذاب الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. قد جئت تطلب أن أخبرك بما سمعت عن رسول الله؟ نعم، وأنا الآن مستعد لما ستقول. ولكن لماذا أصررت على أن نصلي جماعة قبل أن تسمع مني؟ سأخبرك بالسر. أحب أن أصلي خلف من سأسمع منه حتى أعرف أأسمع أم لا. وما علاقة صلاة الجماعة برواية الحديث؟ إن الرجل إن كان متهاونا في صلاته غير مهتم بها، فهو بالتأكيد متهاون فيما هو أكبر من ذلك، فكيف آخذ منه حديث رسول الله؟ أما من كان مثلك مهتما بصلاته مخلصا فيها فلا أتردد في السماع منه. هيا أخبرني بما سمعت من رسول الله. بهذا الإخلاص لحديث رسول الله وبهذا الحرص في أخذه وتلقيه استحق رفيع أن يكون أحد العلماء المشهود لهم في تاريخ رواية الأحاديث وأحد الثقات الذين لا يشك في قولهم. وكما أحب رفيع العلم أحب الجهاد في سبيل الله، ولكنه لم يكن يقاتل إلا إذا اقتنع أنه يجاهد في سبيل الله ولإعلاء كلمته ونشر رسالته، ولهذا لم يشارك في القتال الذي دار بين أنصار علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ما لك يا رفيع لا تشارك في القتال؟ انظر معي لما يحدث. الله أكبر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أي الفريقين أستطيع اعتباره مسلما فأحارب معه وأنا أتمنى له النصر، وأيهما أعتبره كافرا فأحاربه وأنا أتمنى له الهزيمة؟ والله لن أشارك في هذه الحرب. صدقت يا رفيع، مع أي الفريقين نحارب؟ والله لا أشارك أنا أيضا في هذه الحرب أبدا. ولهذا انطلق رفيع في جهاده ضد الكفر مع جيوش الفتح الإسلامية. سعيد أنت بالانتصار يا رفيع. بل سعيد لثلاثة أمور. أولها هو ضم بلاد الفرس لأراضي دولة الإسلام، وثانيها انتصارنا في المعركة، وثالثها دخول نور الإسلام لبلاد فارس التي شهدت مولدي. الحمد لله. لقد حان وقت صلاة الظهر. الله أكبر. ارتفع أول أذان للإسلام في تلك الأنحاء من الدنيا بصوت العالم المجاهد رفيع بن مهران. لم يكن رفيع بن مهران عالما ومجاهدا فحسب، بل كان واعظا وناصحا للمسلمين، يرشدهم لما يعرفه من صواب ويدلهم لما يراه من خير، وله في ذلك مواقف كثيرة. ها قد أنهيت وضوئي، فلنذهب للصلاة. ما شاء الله، أنت تتبع الآية الكريمة التي تقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أخطأت الفهم يا أخي، ليس القصد هنا بالمتطهرين من تطهروا بالماء من الأوساخ، ولكن من تطهروا من ذنوبهم بتقوى الله عز وجل.
معك حق يا ابن مهران، علمت أنت فأصبت وجهلت أنا فأخطأت. لا عليك، ومن منا لا يخطئ؟ وليس هذا العلم من عندي، إنما هو علم الله، أبلغ منه ما أعرف. هيا هيا بنا لنلحق صلاة الجماعة. هيا، نفعنا الله بعلمك يا رفيع. اعلموا أن الله جل وعلا قد قضى على نفسه أربعا، أن من آمن به هداه، يقول عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأن من توكل عليه كفاه، يقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأن من أقرض الله جازاه، يقول سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وأن من دعاه أجابه، يقول عز من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فآمنوا بالله وتوكلوا عليه وأقرضوه قرضا حسنا وادعوه يكن دوما معكم. توفي رفيع بن مهران في شهر شوال من عام 93 للهجرة، بعد أن جمع المجد من أطرافه، فهو العالم الواعظ المجاهد، وترك لمن بعده أسوة حسنة يقتدون بها، رحمه الله.